بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في المحاضرة السابقة قد توقفنا عند موضوع المرونة وأشكالها واحتسابها، ويرجع ذلك إلى يعني كان من المفضل أن نشرح موضوع المرونة عن طريق الفيديو والرسومات. الآن المرونة بداية تعريفها، يعني اللي حابين تعرف المرونة، احنا في صفحة 31 تركنا موضوع المرونة. المرونة هي درجة استجابة التغير، استجابة الكمية المعروضة، عفوا المطلوبة، للتغير الذي يحدث في سعر السلع، يعني مدى استجابة أو درجة استجابة الكمية المطلوبة للتغير الذي يحدث في سعر السلعة. نشوف الآن قانون المرونة. الآن هنتجه لقانون المرونة، نشوف مع بعض. مرونة الطلب السعرية تساوي كاف 2 ناقص كاف 1 على كاف 1 ضرب سين 1 على سين 2 ناقص سين 1. الآن بدنا نشوف، طبعا هذا حيطلع عندي نتيجة، حنعرف إيش بعد شوية كاف 2 وكاف 1 وسين 2 وسين 1 و الآن النتيجة ممكن تطلع عندي صفر، ممكن تطلع عندي ما لا نهاية، ممكن تطلع عندي واحد، ممكن أقل من واحد، وممكن أكبر من واحد. الآن النتيجة هذه لو طلعت، طبعا مش هناخد بالسالب في حساب مرونة الطلب السعرية، مش هناخد بالسالب، يعني مش هننظر للسالب هنا. النتيجة لو طلعت صفر، بيكون الطلب عديم المرونة، واحد بيكون الطلب أحادي المرونة أو متكافئ، أكون ما لا نهاية بيكون طلب لا نهائي المرونة، وأقل من واحد يكون طلب غير مرن، وأكبر من واحد يكون طلب مرن. الآن هنا لا ينظر إلى السالب، فنيجي بنقول لما تكون النتيجة مثلا سالب 2 بنعتبره أكبر من واحد، لما يكون مثلا سالب 5 أكبر من واحد، لما يكون 5 أكبر من واحد وهكذا. أقل من واحد هنا المقصود إنه مثلا النص، الربع، الستة من عشرة، سبعة من عشرة وهكذا. الآن لو جينا أخذنا السؤال،
عندي صفحة 32، أعطيني بيانات سعر قديم وسعر جديد وكمية قديمة وكمية جديدة، ممكن نحطها على صيغة سؤال. احسب مرونة الطلب السعرية للسلعة، ما وما هو نوع الطلب. هذا حيكون مطلوب يعني لكل الأسئلة. الآن السؤال، هاي السؤال نخف ناخذ مثلا السؤال الثاني أفضل أو الثالث. منخفضات الكمية المطلوبة من سلع ما من 60 وحدة إلى 40 وحدة نتيجة مثلا. طبعا هنا انخفاض الكمية فحيكون في زيادة في السعر أكيد، لأنه علاقة عكسية، زيادة السعر من 16 إلى 20 دينار. فبدنا نحسب مرونة الطلب السعرية وما هو نوع الطلب. أول حاجة على جنب هنا بنحط كاف واحد، الكمية القديمة، الكمية الجديدة، السعر القديم، السعر الجديد. هاي الكمية القديمة 60 صارت 40، القديمة 60 صارت 40، السعر الجديد 16 صار 20. وبنكتب القانون تبعنا، مرونة الطلب السعرية تساوي كاف 2 ناقص كاف 1 على كاف 1 ضرب سين 1 على سين 2 ناقص سين 1 تساوي. وبنيجي كل واحدة نحطها في مكانها، كاف 2 40 ناقص 60 كاف 1 على كاف 1 اللي هي هيها كاف 1 60 ضرب سين 1 سين واحد ستاش على سين اثنين. طبعا احنا بنعوض في القانون، سين اثنين 20 ناقص 16، وبنيجي هنا نخلص 40 ناقص 60 سالب 20 على 60 ضرب 16 على 4، وبنيجي هنا 20 في 16 32 سالب 232، 6 في 4 ب 24 240 بيطلع. نشوف على الآلة الحاسبة،
على 320 تقسيم 240 هيساوي 1.3. بالسالب طبعا السالب لا ينظر له، فهذه أكبر من الواحد، أكبر من واحد بنقول الطلب مرن. تمام، الآن ممكن نمسح الشاشة وناخذ مثال آخر. ممكن انخفضت الكمية المطلوبة من نقول مثلا 10 دنانير لتصبح 8 دنانير، رغم ثبات السعر عند 3 دنانير. المطلوب احسب مرونة الطلب السعرية وما هو نوع الطلب. قانوننا مرونة الطلب السعرية تساوي كاف 2 ناقص كاف 1 على كاف 1 ضرب سين 1 على سين 2 ناقص سين 1 تساوي، في نيجي هنا على جنب كاف 2 كاف 1 سين 2 سين 1. في سؤالنا الكمية القديمة 10، عفوا هذه عشرة والجديدة 8 والسعر ثابت، يعني القديم زيه زي الجديد. نيجي بنعوض هنا تساوي كاف 2 كم 8 ناقص كاف 1 10 على كاف 1 10، بنضرب هاي سين عندي 1 وهي سين 1 نفسها 3 على 3 ناقص 3 يساوي سالب 2 على 10 ضرب 3 على 0، ونقول سالب 2 في 3 بسالب 6 على 10 في 0 بصفر، سالب 6 على 0. الآن عندي هنا عاد حاجة بدكم تعرفوها، لما يكون المقام 0 عندما يكون المقام 0 تكون النتيجة ما لا نهاية، عندما يكون البسط 0 والمقام رقم تكون النتيجة. فهنا ايش بده يكون؟ سالب 6 على 0 بده تكون ايش؟ المقام عندي ايش؟
المقام صفر، فبتكون نتيجة ما لا نهاية، تكون نتيجة ما لا نهاية. يعني نبنيها بس تعديل كده، إذا نكررها ثاني، فبدها تكون نتيجة عندي ما لا نهاية، بكون هنا طلب لا نهائي المرونة. تمام. الآن في عندي، ممكن آخذ كمان مثال ولا خلاص؟ ممكن نأخذ كمان مثال. طبعا لو طلعت النتيجة 1 بقول طلب هذه المرونة، لو طلعت النتيجة مثلا 6 من 10، 5 من 10، سالب 4 من 10، أي حاجة بيكون طلب، طبعا لأنه أقل من 1 بقول إيش؟ طلب أحادي المرونة. الآن ظلت حاجة واحدة، ممكن النتيجة تطلع 0، فبقول طلب عديم المرونة. لما النتيجة تطلع 0 بقول طلب عديم المرونة. كده تقريبا بنكون خلصنا موضوع المرونة بشكل عام.